اهلا بيكو يا رزيعه في حلقه جديده من حلقات رزع اوروبا. الحلقات دي عملناها السنه اللي فاتت وكان حديث مشوق جدا على الاقل بالنسبه لي، عجب ناس كتير طبعا، بس انا بتكلم انا استفدت معلومات، حسيت ان انا دخلت كورس كوره عن التكنولوجيا في الملاعب واستفدت جدا جدا جدا. السنه دي بنكرر الموضوع مع استاذ سيد فاروق اللي منورنا، وانا شخصيا متشرف جدا ان هو يجي لنا تاني ويختار ارزع ان هو يطلع ونستفيد منه بكميه المعلومات اللي هيقولها لنا. ازيك يا استاذ سيد؟ ازيك يا مروان؟ منور الدنيا. زي الفل. انا سعيد انك اول ما قررت تيجي على مصر تاني اخترت ارزع عشان تنورنا هنا. انا سعيد ان انا معاك والله. انا اسعد وكلنا سعداء. انت راجل ارسنالي؟ اه دي حقيقه. وانا راجل ارسنالي والعظماء بيشجعوا ارسنال. احنا كده نبتدي نتفق في اول الحلقه ده اكيد طبعا. مستر سيد اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت هو كان نائب رئيس قسم التكنولوجيا سابقا في مانشستر يونايتد، ماسك الاولد ترافورد، يعني حاجه كبيره جدا. ودلوقتي على قد معرفتي هو بيشتغل في التكنولوجيا. اشرح لي اكتر، يعني دلوقتي ايه بقى انت بتتكلم في كل الملاعب؟ انا دلوقتي مستشار تقني للانديه. مستشار تقني؟ اه تقني. يعني النادي يجي يقول لي مثلا انا عندي نظام بوابات جديد عايز نعمل التدريب بتاعه، او عايز اركب نظام بوابات جديد، نختار انهي نظام، ايه النظام اللي يمشي معانا، احنا عندنا عدد بوابات قد كذا، الاستاد قد كذا، انا بقعد اعمل لهم الحسبه بتاعه كام بني ادم يخش الاستاد. في نتكلم في التفاصيل الكتيره بتاعه التكنولوجيا دي، لكن اي فرقه بتحتاجك بتكلمك بتروح تنفذ التكنولوجي في الملعب. ده صحيح. طيب هنتكلم في كل ده. الحلقه دي يا جماعه هتبقى مقسمه لجزئين، يعني جزء اول صح كده هناخد فيه اسئله الناس اللي بعتوا لنا على هاشتاج اسال فاروق وتكنولوجيا الملاعب. حطينا البوست بتاعتنا على السوشيال ميديا، جالنا اسئله كتيره جدا، هننوع المره دي، هناخد كل اسئلتكم. في اسئله ما جاتش في مخنا حلوه جدا شفناها وعجبتنا، هنتكلم عليها في الجزء الاول. والجزء الثاني هنتكلم في ايه مستر سيد؟ هنتكلم عن ازاي المدير الفني او النادي في اوروبا بيدير فرقه كره القدم. دي حاجه مهمه، مش مجرد بس ان انا بعمل لهم تدريباتهم والكلام ده كله، لا، ايه هو لاعب كره القدم وايه الاهتمامات النادي او ازاي يدير لاعب كره القدم. والاهم من ده نشوف الفروقات في مصر وبره. فروقات كبيره قوي كبيره قوي. طيب اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات واستعدوا لحلقتين جامدين. اللي بيحب الكرة جماعة يتفرج على الحلقتين لحد اخرهم، انا متأكد واضمن لك من انا شخصيا انك بجد هتستفيد، هتستمتع. لو انت بتحب الساحرة المستديرة خليك معنا على طول، تابعنا في كل حتة وخليك رزيع معنا. ويلا مستر سيد يلا بينا. ولو انت مدرب كرة قدم يعني محتاج تسمع انا هقول لك ايه. اسمع بقى. ازيك يا مستر سيد؟ الحمد لله. خلينا بقى نخش في الاسئله على طول. اكيد. احكي لي باختصار ايه اخر بروجكت مثلا عملته والنادي ايه؟ انا عملت بروجكت متكامل لفرقه في اسبانيا، عملت لهم اسسمنت للنادي كله. يعني ده نادي ايه؟ ما اقدرش اقول. فعلا في اندي ايه ده شغل كبير، بس انت بقيت اسبانيا كمان مش انجلترا بس. اسبانيا. طب حلو كويس. زي ما قلت لك المره اللي فاتت كده، نادي الكوره بيتقسم اربع حاجات. انظمه الاستاد، انظمه النادي الداخليه بتاعه الباك اوفيس، وانظمه الرياضه. تمام. فالاسسمنت دي كانت للنادي كله على بعضه. طيب ناخد اسئله الفيسبوك على طول. الناس حابه تعرف منك اسئله عشوائيه، نرد على كل حاجه، نخلي الاجوبه تبقى من الناس. خد راحتك يلا بينا. طيب في سؤال مبدئيا بيدور حوالين اي حد بيسمع ان انا جايب واحد مصري وشغال في مانشستر يونايتد وبيتعامل مع البريمير ليج. حتى عمر اللي بنقدم مكانه الحلقه يعني في رزع الجمهور، اول ما قلت له قال لي طب والنبي اساله السؤال، انا لو عايز اعمل كده اعمل ايه؟ فمثلا حسام ياسر بعت لنا تحياتي ليك يا سري ولضيفك الجميل، كنت عايز استفسر ازاي وصلت للمنصب ده يا استاذ فاروق، وايه اللي اهلك انك تكون جدير بالمنصب ده؟ انا شغال في الكارير ده بقالي حوالي 16 سنه. اول شغلانه انا اساسا مهندس كمبيوتر، يعني انا جاي من باك جراوند اي تي وحاجات زي كده. كويس. انا بدات ان انا اشتغلت في شركه بتاعه ايفنتس رياضيه، هي بتدير الاحداث الرياضيه، فكانوا بياخدوا عقود مع فيفا، يويفا، الهيئه الاولمبيه، حاجات زي كده. فابتديت تتشعب. بالظبط كده. فمن خلال الخبرات ديت يعني تراكمت عندي شويه خبرات كتير في انظمه مختلفه. يعني انا مثلا في يورو 2008 كنت مسؤول عن انظمه البوابات بتاعه يورو.
في يورو 2012 كنت مسؤول عن الاكوميديشن سيستم بتاع المنتخبات، يعني اعرف مثلا المنتخب انجلترا هيقعد فين في اي فندق، هياخد اي غرف. كنا بنشتغل مع بعض ساعتها، دي تقول لي انا اروح انا اعمل لقاءاتي وتقول لي البوابه الباسورد كام. فدي حاجات فاهم، يعني تراكم خبرات ملهاش دراسه معينه، ملهاش ان انا مثلا اعمل ايه علشان اوصل لكده. هي على حسب الشركه اللي بتشتغل فيها، اتعاملت مع الدوري بقى ليك علاقات اكتر بالزبط. دخلت فهو زي اي كارير يا جماعه بتخشوه، يعني انت دخلت طب هتخش في شركات طب اكبر هتلاقي، فهو على حسب الطريق اللي انت ماشي فيه، صح كده؟ بالظبط. طيب ناخد سؤال تاني من توب فان، واحنا طبعا بنميل للتوب فان اكتر، اللي بيتفاعلوا معانا اكتر، اللي بيبقوا موجودين. ماشي، عمر الحمولي بيسال سؤال مهم، استاد القاهره ينفع يتعمل له سيستم تكنولوجيا زي بره، يعني فار وكاميرات ونظام مراقبه وكل الحوارات دي؟ ينفع، اكيد ينفع، اكيد وكلنا عارفين انه ينفع، بس ازاي؟ اقول لك ازاي. احنا مشكلتنا في مصر ان صناعه الرياضه نفسها مش شغاله، واقف، لان مفيش جماهير. طبعا لو عندك صناعه بتاعه رياضه ينفع ان انت يبقى عندك فلوس تبدا تضخها في الملاعب، يبقى في استثمارات، يبقى في ان احنا ينفع نحط التكنولوجي ديت ونجيب كمان منها فلوس. يعني انت مثلا هتروح استاد القاهره هتفرج على الماتش، انت قاعد في الاستاد 4-5 ساعات، كويس، هتحتاج انترنت، هتحتاج اكل، هتحتاج شرب، هتحتاج خدمات تانية. الموضوع لما تتكلم بسيط، يعني ده النوادي دلوقتي بقى فيه انترنت عشان يجيب لك سبونسر للنادي، ان ده مثلا اي شركه اكس عامله ان كل مشتركين النادي يخشوا بفري، فده اعلان. ليه الاستاد ما يمشي كده؟ مش كده بس، انت الاستاد القاهره نفسه ممكن يبقى ليه ابلكيشن بتاعه هو، كويس، اول ما تدخل الاستاد نخشه يعني لما تخش. أيوه. كويس، ينفع ان انت تخش الاستاد، انت مشترك على الخدمه ديت، تاخد انترنت ببلاش، تاخد معلومات، تاخد ستاتس عن الماتش اللي شغال، تاخد الاكس اي بتاع الماتش. انا اللي بقول تاخد يعني تعرف ازاي تروح الاستاد، امتى تروح الاستاد، كل تعليمات ايه الممنوعات، ايه اللي ينفع تدخل بيه، الماتش هيبتدي امتى، البروجرام بتاع الماتش عامل ازاي، التسخين يبتدي امتى. انت عارف انا عايش كل حاجه ممكنه، انا عايش في حلم دلوقتي معاك وشايف الابلكيشن وبدخل عليه على موبايلي، بس يعني حاسه حلم بعيد. لا هو مش حلم بعيد، حاليا احنا بنتكلم في حاجه اسمها ستاديوم از ا سيرفيس، يعني الناس بره بتعمل حاجه دلوقتي حاليا واحنا بنتكلم مع بعض اهو، حاجه اسمها ستاديوم از ا سيرفيس. ستاديوم از ا سيرفيس ديت ان انت بتبيع المعلومات بتاعه الاستاد، يعني انت النهارده هتستضيف مباراه الاهلي والزمالك، مباراه الاهلي والزمالك دي ليها داتا، كم لعيب، مين اللاعب المصاب، مين اللي مسموح، كل الاحصائيات بتاعه المباراه. بالظبط كده، كويس، يعني غير احصائيات المباراه، انت قبل ما تروح الاستاد باب هيفتح امتى، هيقفل امتى، انت محتاج توصل امتى. احنا عندنا بنقول لبعض لا المعلومات بقى ان انت بيقول لك الباب هيقفل 6:30 في حاجه انا 5:45 وتروح هناك هو قفل، ايا كان الوقت هو خلاص قفل من بدري. لا في حاجه انا دايما يعني حتى الناس على تويتر وكده دايما بتكلم فيها، قائمه الممنوعات الموحده. تمام، حضرتك انا رايح الاستاد النهارده، ايه المسموح لي؟ هتريحني وتريحك، هتريحك انت كمنظم قبل ما انا اجي لك، انا اوريدي عارف ايه اللي مش مسموح فانا مش هاخده معايا. يعني مثلا انت رايح الاستاد هتركن عربيتك في الحته الفلانيه، رحت الاستاد انت عايز يقول لي كمان هتركن فين؟ ده حاجه كرم قوي ده. ما هو انت بص حضرتك، انت لازم تبص على يوم المباراه على انه خدمه هدفها التيسير على المشجع، مش ان انت ترهقه، مش ان انت تجاهله علشان يجي هو مش عارف ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح، يركن فين، يروح. هو خلينا نتفق ان اي مشجع مصري يا مستر سيد بيروح الاستاد يعني عشان نتفق، هو عارف ان هي رحله شاقه، بتحتاج ترتاح قبلها وبتحتاج ترتاح بعدها وبتحتاج تبقى بتدعي ان تلاقي اكل هناك وبتتمنى انك تعرف تخش وبتتمنى انك تعرف تركن وبتتمنى ان هم ما يكونش قفلوا البوابات بدري، ففي عناء. وبعدين خلينا اكون صريح معاك، لما جم عملوا افريقيا كان في شويه تطور كبير جدا، وقالوا لنا حتى نركن فين وتخش ازاي، ده كان تطور ولازم برضو نقول عليه ما دام حصل، لكن مش مكمل معانا ليه؟ ليه ما عندناش التكمله؟ لان انت ما عندكش صناعه. دي حقيقه. انت النهارده بتنظم بطوله بتصرف عليها، العائد بتاعك هو البي ار بتاع البلد. تمام، انت ممكن تكون خسران في البطوله، ممكن ان انت مثلا نظمت البطوله وما بعتش كل التذاكر،
ما عندكش العائد المالي لكن عندك العوائد التانية، عوائد ان انت مثلا انت اثبتت ان انت بلد تقدر تنظم بطولة كبيرة زي بطولة افريقيا، والبطولة اللي بعدها بتاعت افريقيا للشباب. احنا بعد تاني يوم ما بطولة افريقيا خلصت كنا بنفكر ازاي احنا ننظم كاس عالم. انت متخيل؟ فالطموحات ديت موجودة لكن انت ازاي تقدر تنفذها على ارض الواقع؟ هل انت النهاردة متخيل ان مثلا حاجة زي فيفا مثلا هتيجي تبص لك وتقول لك تعالى ترشح مثلا، او ان انت لو ترشحت مثلا ان انت تنظم بطولة اكبر من كده؟ هل انت متخيل ان انت عندك صناعة واقفة هتعرف تنظم حاجة زي كده؟ هتعرف تنظم حاجة زي كده؟ مستحيل. عبدالله محمد ايضا توب فان عندنا في ارزع بيقول لك: اولا بمسي عليك يا حبيبي عبو عبدالله، ثانيا عايز اقول لكابتن فاروق او مستر فاروق اننا فخورين بيك كمصريين، ثالثا عايز اسال اسئلة: هل مفيش حد من الاتحاد المصري تواصل معاك لمحاولة تطوير الكرة في مصر؟ ولو مفيش حد نفسي هو يقدم حلول حتى لو معاك دلوقتي وشكرا. مبدئيا انا بقول لعبدالله متشكر على سؤالك كويس، ده مبدئيا. ثانيا انا مش هو بس اللي فخور بيا، انا كمان فخور بالشباب اللي عايز يتعلم وعنده ثقافه، والشباب اللي هم يعني انا عندي ناس مثلا بتتابعني على تويتر انا شخصيا ساعات بتعلم منهم، يعني هم الشباب مثقف فعلا. ثانيا ينفع، اكيد ينفع. حد تواصل معاك الاول؟ محدش تواصل. ما تخنصش السؤال يا مستر سعيد. حد تواصل معاك؟ لا انا اللي جريت وراهم سنين ومفيش حد، يعني لحد اعضاء مجلس الاداره كل واحد بعت له رساله على تليفونه. بعت لكل واحد في شكرا، الاجابه وضحت. اللي عنده نيه هم ما يبقى يكلم سنيه. مفيش حد يسمعني. مفيش حد بيسمعني. طيب في سؤال برضه لطيف جدا سريع، خلينا ناخد برضه اسئله كده سهله برضه. عبد الرحمن محمد بيقول: ليه في الدوري الانجليزي الحكم ما بيروحش يشوف الفار؟ دي حاجه مبدئيا احنا بس عشان نجاوب على السؤال ده الناس لازم تعرف ايه هي الحالات اللي ينفع يروح يشوف فيها الفار. يشوف فيها الفار مثلا اذا كان في طرد، اذا كان في هدف، اذا كان في تسلل، اذا كان في حاجه قبل الهدف تستدعي ان هي تتراجع بالفار. تمام كويس. تمام حلو. معظم الحكام في انجلترا عندهم كوميونيكيشن عاليه جدا ما بين الاثنين، بس هو قصده يعني ان الدوريات كلها هو لازم يروح يشوفها يحكم عليه بعينه، في الدوري الانجليزي بيجي له القرار. هو بيجي له القرار بس هو لسه عنده الاختيار ان هو يروح يشوف ولا لا، بس ما بيشوفش ابدا. ما فيش حد فيهم حتى الان راح شاف الشاشه. فعلا؟ فعلا. يعني هو عنده القدره وما بيروحش؟ لا. دي برضو معلومه جديده، انا كنت فاكر ان هم ما عندهمش شاشات. بس هم تحس ان هم متفقين مع بعض يعني ما حدش يشوف، ما تروحش تشوف الشاشه، خلاص انجز نفسك. اللي هو بيثق في الراجل اللي قاعد في الغرفه هناك. بوظت الامتاع شويه يعني. امبارح مثلا جون بوكي مثلا في توتنهام، انت عارف ان انا ارسنالاوي فكنت اتمنى ان الجون ده مثلا يحسبه. وانا ودنه اوفسايد، ودنه مش للدرجات دي كوره يعني. حاسس ان الموضوع بقى فيك، بقى تكنولوجيا وخطوط يعني مش معقوله ودني اخد بالي من ودني عدت المدافع. طب ما انا كده مش سابقه. هم دي حاجه بدنتك قوي يعني بصراحه، يعني انا شخصيا ما بحبش. وشعر الواد اللي قبله في الماتش حاجه سخيفه فعلا، وبوظت متعه كره القدم لدرجه ما. انا كنت عايز بس اذكر ان في عضو مجلس اداره في الاتحاد المصري قال ان احنا عايزين نطبق فار في الدور الثاني. انا بقوله انت محتاج تدرب الحكام، محتاج تحط التقنيات بتاعتك في كل الاستادات، محتاج تعمل التيست بتاعك علشان الدوري المصري طبعا ليه الطابع الخاص على عيني وعلى راسي كويس. بس الكلام ده كله حضرتك هيحصل امتى؟ الابروتش بتاع المصريين عامه يقول لك ايه، طب احنا نبتدي ونصلح بعدين. لا حضرتك، انت لو ابتديت بالمستوى الاقل من المقبول مش هتصلح حاجه بعدين. طيب هناخد سؤال من عندك على تويتر. ازاي انس بيسال انس كي اف تي فور ايفر، ازاي في ماتشات في امريكا الجنوبيه كل الاعداد ده والموضوع بيتنظم ويخشوا يعني دول ممكن يكونوا اقرب في العقليه لينا؟ بيتكلم ان الملاعب في امريكا الشماليه والجنوبيه هم اقرب لعقليتنا ومع ذلك عندهم تقنيات اعلى بكتير من القاره بتاعتنا عموما. طيب خلينا بس نفرق ما بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. تمام. امريكا الشماليه احنا بنتكلم في المكسيك، امريكا وكندا. لا دول تمام، سيبك منهم، دول عندهم تكنولوجي اعلى كمان من اللي موجوده في اوروبا. ما عشان كده بقول لك. تمام. الناس اللي موجودين في امريكا الجنوبيه دي حاجه تانية خالص. تمام. مبدئيا هم شغالين بنفس النظام اللي احنا كنا شغالين بيه من قبل ما قبل تذكرتي،
فهم لسه شغالين بنفس النظام اللي احنا كنا بيه، بنروح 100,000 بني ادم في استاد القاهره وكلنا بنشجع والدنيا زي الفل ومفيش اي مشاكل. هم عشوائيين برضه. كويس. الفرق ان هم عندهم هناك سايبين الناس تدخل. تمام. وبيحاولوا ان هم يعني يستوعبوا الجماهير. تمام. لكن احنا ما بنستوعبش حد. طيب في سؤال من بودي نزار بيسأل سؤال عابر جدا. قال لك هل يمكن ان تصبح الكرة في مصر زي الكرة في الدوري الانجليزي من حيث التنظيم والتكنولوجيا؟ انا اقول لك لا، بس يعني نسأل الخبير ممكن يرد عليك اوضح. انا عايز اختلف معاك. لا ان شاء الله، انا برضو متفائل ولا ان شاء الله. بس ان شاء الله. ازاي بقى تنظيم وتكنولوجيا؟ دي حاجة ينفع ان انت تحطها، حاجة مش كيمياء. تمام. والموضوع سهل وبسيط وينفع ان هو يتطبق. احنا اتكلمنا حتى بتفاصيل الموضوع ده يا جماعه في الحلقه اللي فاتت، ارجعوا شوفوها في بلاي ليست ارزع مع سيري. اتكلمنا في نظام اليوم وازاي المشجع بيروح، واتكلمنا في كل الكلام. فهو دي قانون هيتحط الناس تمشي عليه. بالزبط. بس ده ما بيحصلش. هو هيحصل لو احنا بنينا موضوع الثقه ما بين المنظم والجمهور العادي. كويس. مبدئيا انت النهارده عندك نظام زي تذكرتي مثلا بياخد بيانات الناس وكل حاجه، فانت اوريدي عارف مين اللي موجودين جوه الاستاد دول. تمام. فطبيعي ان انت تقدر ان انت تسيب شويه حاجات للناس علشان يقدروا يشجعوا ويستمتعوا باليوم. لكن التكنولوجي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا كنا ذكرنا من شويه ان انت الصناعه واقفه. لما يكون هتطبقها على مين؟ هتطبقها على مين؟ تعال ناخد اخر سؤال من احمد السعيد. ليه بحس ان الملاعب في انجلترا اصغر، وازاي الجمهور قريب قوي كده من الملعب ومحدش بيتدخل او يدخل ارض الملعب؟ مش زي عندنا سور عالي و90 الف عسكري واقفين و50 لواء وبرده بيكسروا الاستاد وبيرموا طوب. في شقين. الشق الاولاني ان الناس هناك اتعلمت الدرس كويس قوي. احنا كان عندنا يعني بص، كل حاجه الجمهور بيعملها هنا في مصر اتعملت في انجلترا من حوالي 20-30 سنه. بس الفرق ان في ناس اتعلمت من اخطائها وعالجتها وفي ناس ما عالجتهاش. القوانين والتنظيم واستخدام التكنولوجي ان هو يعرف مين المشاغب وفين المشاغبين وازاي يوم المباراه بيتم والحاجات دي كلها، دي اللي بتخلي فيه ثقه من المنظم ان هو يحط الجمهور 3 متر بينه وبين اللاعب في ملعب كرة قدم ما فيهوش تراك. انا افتكرت احنا برضو اتكلمنا على النقطة دي، الكاتيجوريز. بالظبط. برضو اللي عايز يعرف تفاصيلها اكتر يا جماعة، في الحوار الاولاني مستر سيد شارح ازاي الناس اللي بتبقى تحت دي بتبقى مختارة من الادارة بكل واحد عنده الكاتيجوري بتاعه، ذهبي او فضي او على حسب بقى السنين والخبرات. فبالتالي كله مرتبط بالتكنولوجيا. هيبقى عندك تكنولوجيا هيبقى عندك كل حاجة، لان الموضوع ببساطة زي ما مستر سيد حكى لنا كده ان هو سهل. انت التكنولوجيا دي اداة بتنفذها، محتاجة نظام، محتاجة اعداد كويس، محتاجة تدريب، وتتنفذ بكل سهولة. بالظبط. ده كان اول جزء من حوارنا مع مستر سيد اللي خدنا اسئلتكم من الفيسبوك ومن تويتر من عند مستر سيد ومن عندي. استنونا في الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه بقى عن نقاط معينه هيكلمنا فيها مستر سيد. استنونا، اعملوا لايك وسبسكرايب وافتحوا التنبيهات وخليكم معانا، تابعونا قريب في الجزء الثاني واشوفكم على خير.